التي تبدو هنا سريعة في هذه اللحظة، واندفاع قوي هنا يبدأ في هذه البطولة، بطولة كاس صاحب السمو رئيس الدولة من خلال هذه الانطلاقة السريعة. محجوم يقود المقدمة والصدارة في الملاحقة، إيف مرح في المركز الثاني، بينما هناك المركز الثالث زياد على ثالث المراكز ورحلة البحث عن هذه البطولة الغالية، بينما في المركز الرابع انضمام قوي قادم في رابع المراكز لتواجد عجاج من خلال هذه الأسماء التي بدأت الآن تنطلق إلى الصدارة وإلى المقدمة. هناك الصدارة، لا زال إيف محشوم على المركز الأول في هذه اللحظة، يبدو قويا منافسا مع هذه الانطلاقة. دينونيل يريد الفوز بهذه البطولة، حلم الجميع. المركز الثاني، هناك إيف مرح في المركز الثاني وتدخل قادم، زياد في المركز الثالث وانطلاقة قادمة بقوة أيضا في هذه اللحظة إلى الاندفاع القوي والمثير بتواجد رماس. كل الأسماء باحثة عن الانتصار، ونحن الآن على اقتراب من هذه اللحظة بعد الوصول والاقتراب من المنعطف النهائي هنا للوصول إلى من هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذه الانطلاقة. لا زال الزاهر في المقدمة والمركز الأول، تغييرات اللحظات الأخيرة، الانطلاق الزاهر، هل يزهر الزاهر في هذه اللحظة بهذا الأداء القوي والمثير؟ بينما في المركز الثاني الشموس القوية قادمة، زاهر يحاول، شموس قادمة، زاهر يحاول، والأداء القوي والمثير، زاهر زاهر، زاهر زاهر، زاهر بالمركز الأول، زاهر بهذه البطولة، بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. الزاهر الزاهر الزاهر، التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم داعم هذه الخيول العربية الأصيلة. الزاهر يأتي بقوة ليحقق الانتصار، يتفوق في اللحظة الأخيرة. جيم كرولي بأداء رائع، أيضا علي راشد الرايحي.